الحمد لله، ده انا كنت تعبانه قوي. ما انت كريم يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ازمه وعدت كالعاده. الحمد لله. والله دمنا نشف وروحنا راحت وما بقيناش عارفين نعمل ايه، بس اظن الشوربه اللي عملتها لك ايه خليتك زي الفل. الحمد لله. مش هتاكلي بقى دي؟ لا لا مش قادره، انا حاسه اني عايزه ارجع. تعالي ريحي، انت تلاقيكي ما نمتيش ولا دقيقه من امبارح. والنبي ما غفلت، فضلت سهرانه جنبك طول الليل. حبيبتي ربنا يخليكوا لي. اقوم اطبخ انا بقى. يلا هاتي صينيه عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه انت يا حبيبتي. تعبتي قلبي قوي، مش عارفه ايه اللي جرالي. يمكن غياب عمر واحساسي ان انتي في ازمه وانا مش عارفه اتصرف لوحدي، كل دي حاجات خوفتني قوي. فضلت قافشه في ايدك طول الليل كاني بحوش العي عنك. سبحان الله، لازم يحصل الالم كده جامد علشان نحط ايدينا في ايدين بعض. بس عارفه طول ما انا نايمه وتعبانه حاسه ان نفسك هو اللي مدفيني. بنتي بنتي اللي انا ما خلفتهاش يا حبيبتي. انتي مش اختي بس يا تينا، انتي امي اللي انا ما شفتهاش. يعني انا من غيرك اتيت. اللي يشوفك وانتي عماله كده تتعفرجي وتتنططي ما يعرفش ان انتي اجمل واحن قلب في الدنيا. يا ربنا لازم يحصل حاجه جامده قوي علشان ساعتها نديرها كلنا في حضن بعض. وجعتي قلبي قوي، انا اول مره اشوفك تعبانه قوي كده. عندك حق، المره دي الازمه كانت غير كل مره، كانت جامده عليا قوي. الالم كان بيعصر معدتي وكنت عماله اصرخ واوح، بس كان اشد مني لدرجه اني ما كنتش حاسه خالص بالدنيا. عشان انتي مهمله في نفسك، لا بتاخدي دواء ولا بتتابعي مع الدكتور. حد الدكتور اللي انتي بتتعالجي معاه موبايله مقفول 24 ساعه، تلاقيه غيره اصلا وانتي ولا انتي هنا. ايه ده ايه ده؟ امال مين اللي لحقني؟ لا مؤاخذه يا ست، الدكتور بره عايز يشوفك. الدكتور؟ طب ناويين الطرحه بسرعه. حاضر. بسرعه يا اختي، يعني هيشوف ايه؟ ما انت متكلفته. هيشوف ايه يا بنتي؟ هضربها مجرمه. اتفضل يا دكتور. استني. اتفضل. استنى يا دكتور. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا دكتور. يا رب نكون احسن النهارده. دكتور غازي. اتفضل. 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 اول ما كلمته امبارح ما تاخرش وجي جري وهو اللي لاحق من الازمه. هو احنا عندنا اغلى من الهانم؟